مشاهدينا نحييكم من جديد. يعني لن أحمل برنامجا المسؤولية كما حدث لما ناقشنا من قبل البنت اللي كانت بتلعب بالسكينة, ووقتها اعتبر البعض يعني وكأننا نوجه اتهاما مباشرا للسبكي, لكن نعم نوجه اتهاما لهذه النوعية من الأفلام إنها ممكن تعلم الأولاد والأطفال إيه. وكان الهدف من المشاهد اللي تناولناها قبل كده هو إن الناس تحللها وتشوف تأثير بعض الأفلام اللي بتسوق وتروق, خاصة أنها مش فيلم أو اتنين أو تلاتة وبيبقى جنبي أفلام تانية بتأخذ شكلا مختلفا, لا ده بتبقى فيه كتلة أفلام أو موجة من الأفلام اللي بتسوق لذلك, فيمكن إنها تعلم الأطفال يعني. وما كانش بس الاتهام موجه لأفلام السبكي كمان, لا للمسلسلات أيضا يعني, ممكن تكون البنت اتعلمت إنها ترقص بالسكين بهذا الشكل. في واقع أيضا مؤسفة ومحبطة ومؤلمة, الطفل عبد الرحمن, العيال الطفل عبد الله العيال لما تلعب مع بعض بالنار يعني يوصل بيها كده ان تتحول النار الى لعبة, تعالوا نلعب بالنار. هل العيال وهي بتعمل كده كانت بتقلد برنامجا تلفزيونيا اللي هو رامز بيلعب بالنار, ولا ممكن يكون ده بتقلد موجة بتشوفها لفكرة العبث بالنار, لفكرة انه الأطفال بتلعب بأي حاجة حتى لو كانت فيها مخاطر بهذا الشكل. مش هنحمل الموضوع أكثر مما يحتمل, هنناقشه في حدوده وهنطالب البعض بتحليله. مجموعة أطفال بيلعبوا مع بعض بالنار وعاملين دواير كده فيها نار, واشتعلت النار في عبد الله وتوفي. يبقى لابد أن نحلل هذا الحادث. قلنا نسأل الأب والأم, السيدة سماح عمر عبد الكريم والدة عبد الله. مدام سماح أهلا بيك, ربنا يصبرك بقية في حياتك. أستاذ علي سلطان والد عبد الله, ربنا يصبرك أيضا بقية في حياتك. خلينا أسألك يا أستاذ علي, أولا عبد الله كم سنة؟ عبد الله 10 سنين. 10 سنين, في سنة كام هو؟ كان رايح سنة رابعة. كان رايح رابعة. طيب اللي حصل ايه بالظبط؟ كانوا الأطفال بيلعبوا مع بعض, لعبوا قدام البيت ولا؟ أنا أولادي أصلاً محظر عليهم الاثنين دول, عبد الرحمن وياسين دول اللي هم مكتوبين في المحضر إن هم ما يلعبوش مع, يعني ما لعبوش مع دول بالذات. فالعيال ديت عاملة ولعة يا أستاذ وائل, عاملة ولعة كده وبتنطوا من فوقيها. واخد بالك؟ عاملين نار على شكل دواير كده, كانوا بيعملوا دواير وبينطوا من فوق النار. عبد الله طلع يجيب اخوه اصغر منه معدي, فجاء عند المنطقه اللي مولع فيها النار, فالواد اللي اسمه عبد الرحمن ده ماسك كيس تنر, فراح حدفه على الولعه المولعه دي, راح اتهبى في الواد ابني. واخد بالك؟ الواد بيجري في الشارع, كان وقت صلاه. يعني ابنك ما كانش بيلعب معاهم, هم بيلعبوا بالنار وبالتنر يعني. بالتنر ده راحوا رامينه على الولعه, والواد معدي فمسكت في الواد بقى بيجري. كانت في يوم 11 رمضان, الولعه مسكت في الواد وصلاه عشاء ما حدش لحق. ففي الواد قاعد يجري يجري لحد ما واحد قاعد كده اسمه حمدي راح لف في الواد, راح مقلع البنطلون بتاعه وراح لفه بحاجه قاعد عليها هو. فالمهم طبعا ناس قالوا لي تعال الحق ابنك عشان توديه المستشفى عشان ابنك, في خاطر ابنك بتولع فيه. خدت بعد ديه ورحت مستشفى الحمديه حضرتك. مين اللي عمل كده؟ قالوا لي ده عبد الرحمن ده حضرتك قاعد عند جده, وجده ده اسمه اللواء حنفي محمود الحاكم, قاعد في البدرشين جنبيه. فالمهم وانا في الحمديه فبقول لهم ولاد مين؟ قالوا ده جده ام حنفي الحاكم. يعني انا مش عايز مشيه دي, ده جزء طبعا. هم الاطفال التانيين دول عندهم كم سنه كمان اللي انت بتتهمهم؟ 13 و11. طيب خلي بالك, دول كمان ضحايا, مش يعني ضحايا ابائهم لو ثبت طبعا اللي انت بتقوله يعني. طيب. انا مش هتعامل مع الطفل على انه متهم, هو في كل الاحوال ضحيه, سواء اللي عمل في ابنك كده
ليه ضحية ده 13 سنة بتقول 13 سنة عبد الرحمن ده حوالي 13 سنة والتاني 11 أخوه اللي صغير 11 كمان يعني يعني اللي اتعلموا ده هم ضحايا يعني أنا حضرتك فخلينا بدون إحنا هنسيب ده إذا في تحقيقات أنت أنت حضرتك دي واحدة أستاذ وائل أنا حضرتك أنا بتصل على جده حنفي الحاكم بقول له عبد الرحمن وياسين ولع في ابني وأنا في المستشفى وابني محروق ومرمي قدامي محروق وملفوف في مستشفى الحوامدية وعايز أخده من مستشفى الحوامدية أنقله مستشفى أم المصريين فحضرتك بتصل بيه بالتليفون فبيقول لي لا ده اللي ولع في ابنك عاصم عمر عبد التواب موسى بغض النظر انا مش عايز بس أسماء طيب علشان ماشي. احنا على على ماشي. على شاشة ده كلام الأسماء يعني عاصم ماشي عاصم ماشي حضرتك المهم طبعا ايه فقال لي ايه قال لي لا ده فانا بقول له ايه بقول له عبد الرحمن وياسين وعاصم ده طفل تاني طفل برضه كام سنة حوالي 10 11 طيب يعني هي المختلف دلوقتي هم الاطفال دول عاملين دايرة النار دي وبيلعبوا بيها وابنك معدي فبيرمي التنر ده اللي بيعمل موجة نار كده كبيرة يعني طبعا وانا بتصل بحنف الحاكم بقول له حضرتك فقال لي ايوه فقال لي مش اللي معاه اللي عمل في ابنك كده مش ياسين ولا عبد الرحمن ده اللي عمل في ابنك كده عاصم يعني رمى التهم على حد تاني واخد بالك فبقول له انا حضرتك لو توصل لرئيس الجمهوريه حضرتك انا مش هسيب حق ابني فراح قال لي لفظ بقى تبقى مش هينفع اقوله طيب هو عموما مش اولا حق ابنك هو كمان حق المجتمع كمان الاطفال التانيين اللي بيلعبوا مع ابنك او اللي بيلعبوا وتسببوا ده في ابنك كمان هم ضحايا لازم تتعامل معاهم على انهم ضحايا ايضا يعني اتعلموا ده مين اللي علمهم ده اصل اللي عنده 11 سنه ده يعني اتعلم مين اللي علمه اللعب بالنار بهذا الشكل وجابوا التنر ده ازاي في واحد على الشارع بتاع اللي هو بيبيع حداد وبويات اشتروا منه التنر وراحوا رامينه على الواد بيزودوا بيه النار تقريبا طيب يا مدام سماح هو طيب انا بس انا مركز ما ان شاء الله يعني لازم يتم التحقيق في الوقائع دي ويشوفوا مين اللي عمل كده والمسؤوليه بقى هنا يعني وتاني وتالت انا بقول في النهايه احنا اطفال لا في المسؤولين تانيين اللي هم الاباء واللي علموا الاطفال ده ابنك يعني فعلا نازل الولد بيرمي التنر على النار فمسكت في جسمه كله عملت موجه نار كده التهمت جزء كبير من جسمه بس ابني اصلا انا بخرجوش الشارع فاخوه الصغير خرج قلت له حياته عشان عمك ما يجيش يزعق ماشي المهم في خرجت وراح يجيب عمر ده كان بقى عاملين دايره من الاول عملوها على الشارع من بره يعني على الشارع من بره على الطريق فالناس زعقت لهم زعقت لهم بس ما فيش حد بيقول لهم كده والله زعقت لهم قالت لهم يلا امشوا من هنا فراحوا سايبين المكان من هناك وجم عملوا فين قدام بيتنا بالظبط احنا عندنا قدام البيت بالظبط يعني الواد نازل من البيت بقول لك ازاي احنا بيتنا اخره مسدود مفيش بتعدي وفي في تقاطع بمعنى صح فالتقاطع ده اتعملت فيه النار فهو راح يجيب عمر حتى في من الاطفال كانوا واقفين هي حتى قالت بتقول لي ايه ده 20 طفل كانوا واقفين اشمعنى اولادي بتتهميهم ال 20 طفل اللي كانوا واقفين دولت هم اللي قالوا عبد الرحمن وياسين هم ايه هم اللي قالوا ان عبد الرحمن وياسين هو اللي رمى بس 20 طفل ما هو شارع كمان بقى. قدام عدد كبير من الاطفال بيلعب بالنار وعن شرطه كله خاف يتكلم حتى يعني كلمه يعني العيال بتلعب بالنار ده اللي هو كان ممكن يولع عود كبريت بتاع انما العيال بتلعب بالنار بانها تعمل دايره فيها نار ومعاهم تنر بيرموه يعني بيزود ال بص الست يعني معقول وصلنا لكده؟ ست ما دي بقى غلطه الام والاب ان هي رمي عيالها في الشارع ومش في دماغها هم بيعملوا ايه؟ ومش في دماغها هي فاضيه بس للمشاوير للفيس مش عارف الايه ومش هم الاطفال بره بيعملوا في الشارع او بيتعلموا ايه؟ انا نفسي كنت افضل اضرب ولادي عشان ما يخرجوش بره واليوم الوحيد اللي سبتهم فيه نص ساعه سبحان الله كان خارج لقضائه بس ليس الا فهو ابني يا دوبك مسافه ما انا خرجت دخلت جوه 3 دقايق خرجت قلت له الحق عبد الله يعني هم كانوا على الشارع بيولعوا والناس زعقت له وطاحتهم جم عند التقاطع بتعبت راحوا مولعين عملوا دايره كده زي بتاعت السيرك وبقى كل واحد ينط وابني انا معدي راح واحد منهم بيقول ايه ده الحق ده يرمي عليك ميه يرمي عليك ميه راح بيرمي الكيس راح شابط في ابني انا كل ده في اعتقادي طبعا ابني ما كانش كان وقت قيام لما رمى التنر بقى عمل النار عملت ايه في شالت في الواد كله لحد نص الفن بقى ابني بقى يجري في الشارع قدامه الحقوني 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 واحد يا دوبك طفاه في البطانيه ابني اصلا كمان اللي ضره ايه
لما رموا ميه على التنر اطفال، ما كانش في الشارع في الوقت ده الاطفال، كله في صلاه القيام بتاعت رمضان صلاه التراويح. فرموا ميه على التنر، اللي حصل حصل له تسمم. ابني من اول يوم راح في المستشفى الدكاتره عارفه انه حصل عنده تسمم وهيموت، محدش راضي يقول لي. استاذ وائل، احنا عملنا محضر بالواقعه حضرتك، في حد يعني من الحومديه لما رحنا الحومديه ونقلوا لنا على ام المصريين، فحضرتك ايه في حد من اسم البدرشين جه عمل محضر طبعا وكتبنا فيه الاسماء بتاع العيال دي، فطبعا قالوا لنا، فعرفت ان حضرتك برضو ابوهم ضابط شرطه اسمه محمد سيد عليان، ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن وياسين ضابط شرطه. وانا بكتب المحضر خليعال قال لي لا انت اصلا المحضر ديت بيله تشرب ميه واعمل 14 محضر مش تاخد حقك. حضرتك قعدت 50 يوم عشان تحريات المباحث تتعمل، ما اتعملتش. حضرتك مدير الامن عملت شكوى، حضرتك برضه الشكوى وديتها لمدير الامن، وستك ست المحافظ برضه كان يوم العيد عامل زياره في المستشفى ام المصريين، في المستشفى ام المصريين، وبرضه كنا واخد الرقم بتاع المحضر. واخد بالك حضرتك؟ وهم الجماعه دول كل شويه يقول لك ايه انت تبل مش تشرب ميه طول المحضر اللي انت عملته. طيب يا جماعه، بس انا يعني انا معاك انت اب وانت ام، بس انا شايف المساله ده محتاجة تحليل نفسي واجتماعي وتحليل أمني كمان، إنه إيه اللي يخلي أطفال يلعبوا ده أنا أجيب العشرين طفل اللي حضرتك بتقول عليهم دول ولازم أعمل لهم تحليل نفسي واجتماعي. إيه اللي وصلكوا وإيه اللي جاب في دماغكوا التنر ده تجيبوه إزاي؟ وخاصة زي ما تقولي حصل في اللي خلى البعض إنه يربطوا بالبرنامج انه حصل في رمضان يعني. بالظبط. وكان البرنامج في رمضان، فبقى فكره اللعب بالنار موضه يعني. شيء عادي. ومفيش لا ما يصحش لا عيب ده غلط هتتضر. مفيش ولا 20 طفل والناس الكبيره اللي شافت لما جينا الوقت الجد كله خاف يتكلم. محدش يتكلم. الناس الكبيره أيوة عشان الاطفال بينتموا لعائلات، فكله يقول لك انا مش هو عاده الارياف بيخافوا يتكلموا. لما يكون في حاجه عند الناس اللي هي زي هو ده حصل في بلد ايه؟ البدرشين. البدرشين تبع مركز الجيزه. طيب انا من تاني باكد انه الاطفال ضحايا اكيد. دي صوره عبد الله اهو 10 سنين التهمته النار بسبب اللعب بالنار. ايه اللي علم الاطفال اللعب بالنار؟ 20 طفلا بيلعبوا بالنار بشكل مميت، وبيجيبوا بيشتروا التنر اللي هو بيزود الاشتعال وبيزود النار وبيعمل موجات من النار في الهواء وفي الجو زي ما شافوه في البرنامج. انا تاني وتالت عشان يعني لا احمل برنامجا مسؤوليه مباشره، ما هو ممكن يكونوا بيشوفوا ده كمان في حته تانيه وفي حاجه تانيه، لكن ممكن يكون الاتهامات حتى اللي وجهها البعض لبرنامج رامز بيلعب بالنار انه ممكن يعلم الاطفال ده، او يمكن انه يسوق لده ممكن. وممكن يكون كمان الاطفال تاثروا بالبرنامج وبغيره، وانه بقى اللعب بالنار، لان كمان مش لعب بالنار بس، ده معاهم ادواتهم وبيجيبوا التنر وعاملين دايره وممكن يموت فيها اطفال زي ما حصل مع عبد الله. طيب هنا ما حصلش النيابه ما فتحتش تحقيقا في الموضوع. حضرتك المحضر لما كان معمول حضرتك فتحت طلبه تحريات مباحث، حضرتك تحريات مباحث النيابه طلبه تحريات مباحث 50 يوم. انا لسه يعني دفن ابني من شويه 50 يوم والظباط حضرتك اخش انت ابنك كل الفتره المصابه الفتره اللي فاتت دي كان مصابه يعني لسه من قيمه يوم كان بين الحياه والموت يعني. لا هو قعد 50 يوم في المستشفى ومات النهارده يعني ثلاث ايام. استاذ كان داخل المستشفى الدكاتره كشفوا عليه عارف ان هو التنر ماده سامه في جسمه خلاص هو مسمم مجرد مساله وقت. ابني قعد شهر ونص يعني هم قالوا لك كده ان التنر ده كمان ده بخلاف الحرق نفسه التنر نفسه ماده سامه التنر ماده كيماويه بتعمل تسمم على الجلد فكانوا بيحاولوا ان هم مع الاكل والعلاج التسمم ما يوصلش للدم فوصل لان انا ابني شهر 50 يوم سخونيه وما فيش اكل تسمم الجرح عمل له طرد للاكل لدرجه ان هو اخر لحظه حصل له فشل كبدي
من التسمم نزف. شوف قد ايه ده كله. هي كمان الغريب في الموضوع ان انا اذيتك مثلا، تعالي راضيني، تعالي لحقك عليا، طب ده ابنك ابني، لكن لا كلمه التناكه وقله الذوق في الكلام، لا ده ابنك ولا رمى نفسه على النار، لا اصلهم ده عياله بيلعبوا. بصي الاباء والامهات دول كلهم لازم يتحاسبوا. لا هي مش في دماغها. وعشان كده يعني انا بتمنى وانا اناشد وانا اثق في السيد المستشار نبيل صادق النائب العام، ان اذا وصلوا ده واذا استمع لده هنا، لانه هو محامي الشعب ومحامي المجتمع، هيطلب من جديد انه يتم التحقيق في هذه الوقائع. مش تحقيق مع الاطفال، ده الاطفال دول يتحقق معاهم علشان هم ضحايا. يعني اشوف اعمل تحليل نفسي واجتماعي لهم، ايه اللي يوصلهم لكده. وبعدين يتضح كمان ان التنر مادة سامة، يعني العيال بتلعب بمواد كيماوية سامة ومع اشتعال النار، يعني احنا امام كوارث اجتماعية. فعشان كمان المجتمع يستفيد من هذه القضايا، لان ممكن تشوفوا ده في شوارع كتير بيحصل، وفي ناس بتقلد ده بشكل مكثف جدا في اكثر من مكان. يعني فانت بتقولي كل ده الدكاتره قالوا لك انه حالته صعبه، يعني حالته صعبه فكرة. ولازم عايز عمليه تكحيت وعمليه ترقيع، ثلاث عمليات ترقيع. فانا في اعتقاد ان كان ابني ايه، هي بعمليته خيف الترقيع اصلا، هو ما كانش فيه رجا منه بسبب الماده السامه بتاعت مع عدم اكله. وبعدين في ملحوظه بعد ابني ما حصل فيه كده، المفروض ان هي ايه اللي يحصل معاه واولادها؟ ابسط حاجه هلم ولادي من الشارع، صح؟ انا اذيت واحد، سواء اقصد او ما اقصدش واحد اتاذى، هي ما لمتهمش ليل نهار العيال في الشارع يبطحوا ده ويضربوا ده ويخنقوا في ده. يعني فاهمني ازاي؟ عموما احنا سلطنا الضوء، وانا واثق انه هيتم التحقيق بشكل مختلف في هذه القضيه. بص انا الموضوع يفرق معايا بعد اللي حصل، ان انا عايز احقق ابني. انا خسرت طفل مش بيجي بالساهل. طبعا مش بالساهل، ربنا يعني يخلي لك اولادك التانيين. انت عندك احسن واحد عندي. عندك ثلاث اولاد، هو الصغير؟ لا هو الثاني واحد في اولادي. ثاني واحد. ربنا يصبرك يا عم علي، ربنا يصبرك ان شاء الله. ثاني وثالث انا باكد اهو يا جماعه، انه اتمنى انه واثق انه النائب العام المستشار نبيل صادق النائب العام محامي الشعب، القضايا دي هي مش محتاجة بس هو تحقيق نيابة، لأنه كمان عنده شعور بأن في عدد كبير من المتهمين مش من الأطفال، اللي علموا الأطفال ده واللي سابوا الأطفال يلعبوا بالنار بهذا الشكل، واللي علمهم إزاي أنه يجيب تنر ويلعب بيه مع النار. احنا محتاجين تحليل بالإضافة لتحقيق الجنائي، لأنه بيكشف مسؤولية البعض، من يتخفون خلف هذه القضية، مش الأطفال الضحايا الأبرياء. 20 طفلا، ونقعد بقى نتخيل التنر لما ألقي على النار وخدت جسم عبد الله، يعني الخيال مميت لما تقعد تتخيل المشهد يعني. وكمان القضية محتاجة تحليل اجتماعي وتحليل نفسي، وبقى المنظمات المعنية بالطفولة والمعنية بالمجتمع تهتم بهذه القضايا ونسلط الضوء عليها ويحللوها. يعني أنا شايف أنه الناس كان لازم تنزعج وتقول تعالوا نعمل تحليل نفسي واجتماعي على الأطفال العشرين دول اللي كانوا بيلعبوا بالنار واللي تسببوا في موت عبد الله. والناس تهتم، والمنظمات المعنية بذلك تهتم، والحكومة كمان تهتم، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة اللي لازم تكشف لنا المسؤول الحقيقي، مين اللي علم الأطفال ده ومين اللي بيبيع لهم. يعني واضح كمان إنه في حد، هم بيقولوا إنه حد بيبيع جنبهم على طول التنر ده. يعني أنا قدام ناس بالتاجر بالأطفال وبتعلمهم اللعب بالنار، سواء بقى قلدوا برنامجا وهو برنامج رامز جلال رامز بيلعب بالنار، أو قلدوا منظومة بيشوفوها. يعني حتى لا أوجه اتهاما مباشرا لأحد،
لكن هذه القضايا تحتاج لتحليل نفسي واجتماعي بالإضافة لتحقيقات جادة من النيابة لكشف اللي علموا الأطفال الضحايا اللعب بالنار بهذا الشكل المميت. بعد الفاصل التعديلات اللي بيطالب البعض بإدخالها على قانون التظاهر واللي مجلس النواب هيبتدي يناقشها خلال الأيام القادمة أو هي جاهزة للمناقشة يعني. امبارح ناقشنا معاكم مشروع قانون مقدم متعلق بإلغاء خانة الديانة وقبلها القانون المتعلق ببيع الجنسية حسب تسميتنا اللي هو التعديل على الإقامة، إقامة جديدة بوديعة في البنك تتيح الحصول على الجنسية والوديعة تقول بعد ذلك للدولة. بنناقش معاكم كل هذه القضايا المهمة على اعتبار انها يعني لم تعد في دائرة النقاش، لا ده دخلت كمان مجلس النواب او هيناقشها مجلس النواب.